السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي للجميع في هذا الفيديو إخواني. كما تشاهدون وصول فريق نظر إيدي بركانية صباح اليوم باكرا إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء بعد الفوز في دور المجموعات في أولى مواجهات الفريق البرتقالي على حساب الدرك النيجيري بخمسة أهداف لثلاثة. مباراة شاهدناها كان الفريق البرتقالي في المستوى خلال الجولة الأولى، لكن الشوط الثاني ظهرت هفوات دفاعية سجل من خلالها الضيوف ثلاثة أهداف. إن شاء الله نتمنى المدرب يحسن من أداء ديال الفريق وركز على عدم تغيير بعض المراكز داخل المجموعة. إذن الفريق وصل اليوم مشاهدين الكرام من أجل مواجهة أولمبيك أسفي في الجولة السابعة عشر من الدوري المغربي. النهضة الرياضية البركانية في المباراة السابقة تعادل أمام المغرب الفاسي هنا على الملعب البلدي بمدينة بركان 0-0 في الجولة السادسة عشر. إن شاء الله نتمنى الفريق يحقق نتيجة إيجابية بعد الفوز الأمس في دور المجموعات، هذه المرة أمام أولمبيك أسفي خارج الديار أمام خصم ليس بسهل. إن شاء الله لدينا كل الثقة في المجموعة ونشوفوا فريق نظر إيدي بركانية يتحسن الأداء دياله في الشطر الثاني من الدوري المغربي.